يمني، كان ذلك في غرب آسيا أو حتى في تصفيات كأس العالم. اللعبة الكرة طويلة، محسن قراوي، جول يا كبير يا محسن، يا القناص يا المميز، من أين لك هذا؟ من أين لك هذا يا محسن قراوي؟ هدف كبير 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 لمحسن قراوي. واحدة لم أتخيل يوما ما أن يسجل لاعب من المنتخب اليمني كرة مثل هذه، وفي شباك من؟ في شباك عبد الله المعيوف. يا سلام يا هذا يدخل بوشكش على طول، هذا يدخل بوشكش على طول. هدف أول لليماني، هدف أول لليماني. أسود سبع تزأل في استاد البحرين الوطني، على الطاير من مدير، على الطاير يا محسن قراوي، على الطاير يا محسن قراوي. جول أول للمنتخب اليمني، أول لاعب يسجل للمنتخب اليمني في شباك المرمى السعودي منذ 2003 حين سجل.